بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم فارماسي جيت. اليوم حبيت نهضر على حاجة قصيرة ولكن إن شاء الله تكون يعني جديدة. ولا حبيت نهضر على لو سيندروم دي ديوجين، متلازمة ديوجين. لو سيندروم هدايا هو شكون يقيس للناس اللي عندهم سكيزوفريني، ولا بالعربية مرض الفصام. ولكن بون على بالي باللي مرض الفصام يعني هو متشعب وماهوش الموضوع تاع اليوم، وكاين الناس بزاف هضرت فيه وكاين بليزير فيديو عليه، يعني بليزو ما كورت ولا يعني طويله وكاين قصيرات ايتترا يهضروا على الامراض. ان شاء الله كاش نهار ندير لكم فيديو على الفصام. ولكن حبيت يعني الحاجه اللي ماهيش شائعه على مرض الفصام، يعني هو باختصار لاسكيزوفرينيا هذه، وشنو هي؟ فقدان العلاقة مع الواقع. الذهن يس ديكونيكت دو موند ريال، يعني يفقد العلاقة تاعو مع العالم الواقعي. وكاين تن يعني يصيبو تخيلات، يسمع أصوات، يشوف أمور. وتانيك وزيادة على هذا يعني كملاحظة، هو مرض عضوي خطر عنده علاقة بالنواقل العصبية، خاصة انه دوبامين يعني في الدماغ. ولكن ما هوش الموضوع تاعنا. حبيت بصح نشير لهذا السيندروم هذا ولا المرض هذا السكيزوفريني، كاين واحد الكاركتيريستيك يعني خاصية ديالو ما هي شائعة بزاف، وكاين الناس بزاف ما يعرفوهاش عليه، بالك ميم لي سكيزوفرين ولا المحيط تاعهم ما يعرفوش هذا. الا هو لو سيندروم دي ديوجين. لو سيندروم دي ديوجين بريميرمون قبل هذاك الناس اللي يخدموا في الفارماسي ولا اللي ما يعرفوش لا سكيزوفريني ولا لي باسيون تاعهم، باختصار نقول لهم لا سكيزوفريني، الناس اللي راهي تجي عليكم زيبريكسا ولا اولونزابين ولا اولونزاكس، دونك لولونزابين هما لي سكيزوفرين، ولا لي دوريسبيريدون ولا كيتيابين بيناكين، يعني لي نوروليبتيك دو دوزيام جينيراسيون. هاد الادويه هادي تعالج لنا واحد الفئه من الناس اللي نقول لهم لي سكيزوفرين، يعني اون جينيرال ميم الناس اللي يخدموا في لوفيسين باش نوضح لهم الامر، يقولوا شنو سكيزوفريني وشنو الدواء تاعها، باسكو كاين بزاف ناس بالك ما يعرفوش. دونك نقول لهم باللي اللي ياخذوا باغ اكزومبل اولونزابين وما يعني قابلها من الادويه. صح لو كاركتير هذا لو سيندروم دو ديوجين هذايا اللي يعني شائع عند لي بيرسون سكيزوفرين، وشنو هو الفكره تاعو؟ وشنو هي؟ تكديس الامور الغير صالحه، ولا لي سي دو ستوكي لي زوبجي انوتيل. داكور هذا الانسان هذا لو سكيزوفرين هذايا هما ماشي قاع تحكمهم لي سكيزوفرين، بصح كاين بزاف فئه منهم تحكمهم لا لو سيندروم دو ديوجين. دونك واش يبدا يدير؟ يبدا يلفا اونطاسي هاي اكوميلي، راح يجمع لي زوبجي انوتيل، الاغراض اللي ما يسحقهاش، ما عندها انودين، ما عندها حتى معنى. داكور سواء تكون عند ذات فائده ولا ما عندهاش فائده. مثال تلفزيون مكسر قديم، بوست قديم، اله قديمه، كتب صفراء ما يسحقهاش كاع، واحد ما يقراها هو يدكسها، والى اخره. واحيانا اكرمكم الله حتى القمامات. بعد مده يعني الدار اللي راهو ساكن فيها تولي معمره، حتى يقعد له اسباس صغير يدور فيه، ومن بعد يتغلق عليه المجال حتى من ذاك يولي يخرج من الدار بصعوبه. صح واش يصرا؟ تعطينا يعني صور ابيبري هكذا ولا هكذا، هذه سي دي فوتو ريال يعني صور حقيقيه، ولا هكذا باغ اكزومبل كوزينه تاعو هكذا، ربي يعافينا يعني ربي يشفي جميع المرضى المسلمين. ومن بعد واش يصرى؟ يتفاقم الامر وتلقاه جامي تلقاه يخرج حاجه من دارو يدخلها برك، يتفاقم الامر حتى اكرمكم الله تسود الرائحه الكريهه في هذاك المكان، ويشكو منه الجيران، يشكو منه الجيران، خطره زوج يروحوا للبلديه، يروحوا للسلطات المعنيه، حتى يعني يولي الامر يعني اناكسيبتابل ولا غير محتمل، حتى تستدعي يعني السلطات العموميه باش تدخل، على خاطر البيت هذايا تاع هذا لو مالاد دو سكيزوفرين اللي يعاني من سيندروم دو ديوجين، يعني حتى تروح له السلطه العموميه، الدوله مع السلطه القوات العموميه، حتى يخرجوا هذيك لا بيرسون وينقيو لها دارها. وبيان سور تشوفوا لي كاميزول ايتترا، لازم
يعني عدد صحي يعني مليح، باسكو هذيك يبقاو الدار هذيك بلان دو باكتيري دو دودور كرمكم الله، يعني تولي كومين دي شارج، عفا كرمكم الله تولي شغل كومين دي شارج. وبالتالي نلاحظوا باللي هذا لو سيندروم دو ديوجان هذا كيفاش يعني الي ديزاغريابل، ولا يعني ينوي الانتوراج، يعني حاب يقول يقوض حياه المحيط الجيران وكامل داكور، يقلقهم. دونك هذه هي لو سيندروم دو ديوجين. لو سيندروم دو ديوجين هذا شائع كثيرا، ولا في كثير من الاحيان نلقاوه عند دي بيرسون سكيزوفرين. دونك ما على باش اسكو كاين واحد منكم ديجا شاف الظاهره هذه، ولا كي نشوفوا الظاهره هذه من داك ما نقولوش هذاك الانسان باغ اكزومبل موسخ ولا كذا، هو في الحقيقه مسكين مريض ويطلب يعني عنايه صحيه. هذا الانسان هذا ابخي ليفوكياسيون يدوه دفاسون يدوه لمستشفى الامراض العصبيه، والدار هذيك راحين ينقيوها بالكليه داكور، باش يعني تصبح ينحوا هذاك القمامات وهذوك اللي اسمه. دونك هذه بغاف هذا سي لو سيندروم دو ديوجين بصفه عامه، يعني اللي ما يعرفوش ولا يعني باش نسلط الضوء على جانب من جوانب هادو اللي عندهم الفصام ولا لا سكيزوفريني. فوالا ان شاء الله تعجبكم الفيديو هذه، في الاخير تشتركوا وتفعلوا الجرس وتبارطاجوا الفيديو هذه ماكسيموم، والى لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.